اقول له لا انت كده مش عارف انجحك، يا تعمل ده يا مش عارف اشتغل لك، مش هاخد فلوسك لمده 3 شهور عشان تقع وتقول ان انا وقعت. وانا عمري ما حبيت البي ار، الكلاينت بيطلبوا ساعات طلبات مش مفهومه ومش محتاجين نعملها بس مضطرين عشان نرضي كلاينت. يو وند ذير عشان في الاول في الاخر كلاينت دايما على حق وكلاينت دايما لازم ياخد اللي هو عايزه. اسب في الكلاينتس عادي يعني. في ناس كويسه كتير قوي قوي معظمهم، وكان في ناس انا ما كانش يعني بحسهم very greedy. انا from اي حاجه انا بشوفها انا شايف جول، فانا if I don't see a goal I'll sleep I'll keep sleeping I'll never wake up. في حاجات كتير غريبه قدامي لابتوبس ورجاله كتير قوي حواليا، ايه ليه كل ده؟ ناس غريبه بتخش و حاجات غريبة بتحصل و different personalities بيتكلاشوا مع بعض فجأة بقيت لقيت نفسي في وسط ماركت كبير قوي، ناس كتير قوي بتتخانق مع بعض، ناس كتير قوي بتحب بعض. اللي هو ايه ده؟ أنا مش مكواجي وبتاع. بكره قعدة المكتب. بكرهها. بمعنى ناس قدام بعض بنحب بعض ومن ورا بعض بيدوا بعض زنب يعني. إنه الشركة ما تحسش إن أنت داخل الشغل، يعني أنت تحس إن أنت داخل تقعد مع عادي مع عيلتك أو مع أصحابك أو كده، فدي حاجة حلوة أصلاً. Tight family net was kind of stretching.